في عالم بلا رحمة، هناك أشخاص ليس من الحكمة العبث معهم. أنا قاعد هنا يا هانم في البيت لوحدي، أدور على حاجة أشربها ما لقيتش غير سيكو برتقان، وأنا بحب السيكو ليمون. فاهم يعني إيه بحب سيكو ليمون؟ الصراعات تصل إلى أقصاها. يا حسن، ما أقدرش أعيش في جحيم على طول، لازم أنسى كل شيء. وسفك الدماء يصبح هو الحل الوحيد. زي عود الكبريت، آخر أعمال النجم الراحل حسين الإمام، أضخم إنتاج سينمائي في القرن 21. 21 نجماً لم يلتقوا من قبل ولن يلتقوا من بعد. زي عود الكبريت قريباً في دور العرض.